يقول أحرمت للعمرة ونسيت السراويل علي ولبست الإحرام وأكملت عمرتي ناسيا، ماذا علي؟ إذا كنت ناسيا ليس عليك شيء، إذا استمر النسيان ولا علمت إلا بعد ما تحللت فليس عليك شيء. أما إذا ذكرت أو علمك أحد إن هذا لا يجوز وأنت محرم يجب عليك المبادرة في خلعه، فإن تركته بعد العلم فإنه أو الذكر فإنه يجب عليك الفدية، وهي مخيرة بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين في مكة أو ذبح شاة في مكة توزعها على فقراء الحرم. نعم.